هيري وزيري دي أنا زمان يا حلوان دي أنا زمان أنا يا هو يسكوه يا عاه يا فيسبوك يا يسكوه يا عاه يا فيسبوك كوي كوي وزيري دي يا جاسم يا شيء حلو بعنا يا سعيد بارلمانك دي أنا كسومالي ما هي دي أنا كسومالي يا فيسبوك يسكوه يا عاه هي. بسم الله الرحمن الرحيم كرونا أحسن كسر هذا مركل يا برنامج كنا دكان الخير تم واحد نكوي دونا دينا عديقان كالصومالي دا بالوحي منيقي دون ناس دا اللوغي عيدي ديقان كالصومالي دا او ديباتوين لغاية ابو مراكا غارين اي ميلها قاري كتران ديباتوين حوغن ارماع سايان دول استاقي دون ناو حايلتشوغ صاحب كيشان عقل جاسدو ما شاء الله ديقان كالصومالي دا سوق روح بضن باللوغي عيدي سوما ما شاء الله اي سودو محاكو بقومو. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا قدام ومد الصوماليات نيل كستويتشوغ محمد الله السلام الله عليكم ديقان كالصومالي دا ورن ولقى عيدي أي. عيد الدنيا دم بلقى عيدي أيه. عيد الإسلام بأحد أيه. عيدي ويني أيه. وأنا مالن كيلا بعد أيه. أنا وأنا حلاقي جودة هم بمضة إسلام كأ ملك استوي شو يعني قرها مضة الصومالية سيبا شعب كره محمد كل هذا يتو صومالية الشعب كره ما رتاي تو دي ديان تو صومالي ها عيد ونكسن بالله كل عام وأنتم بالخير بركي انت اللي جاي مات ده الشعب الصومالي واحد كل عيدين واحد اللي وذو اجيه واحد اللي وذو عركه واحد قف كسته وقرأ له وعقل له وفهم كره اما اجيه هيبه ده كم كم قلنا حكت هذا واحد يا كتشوجين وتشوجي بقى وده واحد ماشي كتشرهم بقيب كمارته كيه وكاسة ماشي واحد كتشر يدي واحد كتشر ولا وذو اجيه واحد ده قرصون ما مد وشيء جيا وكل ده واحد اللي اجيه هاي مد 8 مليون اما كبلن بو 8 مليون او صوماليه عيدني هي واحد عيدي او خميده سومارتا عيد مصيبه عيد مرغو عيد يعني هوب يا هلاك يغنمو يغنمتي او خميد اي كو عيدان يا اهيد يعني عيد غنمدا يا لغا عيد ديغان سوماليه وكاس 10 مليون ديغان سوماليه كنوا dadka qaar waxay aaminsan yihiin oo anigu waan ka mid ahay in ciidii ugu wanaagsanayd ee nabadgelyo ay haysteen ay inkastoo meelaha qaar ay jiraan dhibaatooyin ka jira oo aan la dafiri karin haddana si guud marka loo qiimeeyo ciid ay isbeddel ku ciideen ay nabadgelyo ku ciideen ay dulkoodi iyo nabado barwaaqo oo roob ka daayay oo xays la ay ku ciideen ma sha Allah taas waa sax waan nimco ay maxaa kala dhigaynaysaa marka waa sax wey gudnimada adigu aragtida dadka waa ilaahay ba aragtida dikrasi adiga إن ده هذا هرتوا ده واحد كم موقلة ده يعني كقيمة ينورش أدونك يبدأنته شاتي قف وصوغ شو يعني وده كأنك وقرا الله اللي لهذا قف كاس وحيفيرنا يعني ومحن قرا شاتي أو قبي يسرول كوحري دبت إنه أثر مركب دبت شيء هذا دبت هو من الوجي واحد قرصون ما أدوه واد أكتهي تك تك مروج كوعيد كو محاكم رويسي يا محاكم رويسي دد كوي أوجي هين هدا النار شق ما أوجي وين أوجي أنا كوي شيء جي تيك تيك مروي كوي عيد وردير مروي كوي عيد قدي مروي كوي عيد قبر دهر مروي كوي عيد دا ماشي اللي جاه ده نقب مروي كوي عيد شن إلى مروي كوي عيد مدحونا هدا يعني كصومالي ده أنا شيء جي أظن واحد ديدي سويح مدحونا وش شيء مدحونا وش شيء جي هيدا بس أنا قول ما هو باليورو جي هاي برا دفيري أنا قول مدحونا وش شيء كم ورا سنة إنه أسرتي في سنة كم ورا سنة وهذا إيش هيك تا قبل دهر وان قرته ورنا روان قرته لبضة بدبات هيك قرته وقبل دهر ضد بالقول لاي ورنا ريا أنا ضد بالقول لاي ضد نوال الحرير أنت عن حقتها إنه أنت واحد كبع سنة بس يبقى كبر أنا مركز أضو أشياء لهاي ونيجي ومد وظلم اللي قد دعدين أيوه مركز دعسين يهاي ما أنت ورنا قبل كدولو انت انا وجهي انك بدل صدح كن اوقف او هاي كليه ان غير هبل يهين وحران يا حران صدح كن اوقف او يي وحران قبل كدولو ان غير هبل يهين مامولك ديان سومالي وحران يهين مامولك ديان سومالي مسي توبي ما مامولك ديان سومالي وحران يهين ليش واحد توبي ليها كما جرتو ديان سومالي مامول باكي جيره حدود ما خليناش قبل دار بحث صغيره يا أسكري حبوا ما يدهن حبوا كيف كذا يدهن يعني زو غير اسمه بده أسكري غير اسمه إيه صار كده أسكري أسكري نودت كلاي دولة الديان كسمارة سببها إيه
dadkan xiran inay la laayo in la xirxiro dawladda deegaanka Soomaaliya sabab ah dib dawladda deegaanka Soomaalidu aysan meeshan ka wadin ma ay kalimo yaala meesha deegaanka Soomaalidu isaga dib ka wada isaga masiibo ku noqday shacabkiisi isaga ayaa waxa dhacayo oo dhan sabab aya Soomaaliga gara anuu waa hebel iyo waa heblaaya dhimahayo shacabku waa shacab maanta in deegaanka Soomaalida geed hoosti baa la isku wada haysta geed hoosti baa la isku haysta laba beel oo maanta kala naba qabtay ma jirto calool xumo iyo murugo iyo uur ku taalo iyo cuqdad iyo naxli yaa labada wada socotay shaaha cabeysa ay soo haysa sababtoo ah maamulka cuqdadaysan maamulka naxli xambaarsan konton qof oo midba midku ka gunsanaa ahba meesha la isugu keeno wada ciil qabayaalaha wada cadaysan cadadii bay baahiyeen marka iyo cuqdadii ummad oo dhan baa marka cuqdada ku wada dhacday jaama war jaama feeri laba reer oo iyagu istileeyo ismaagay oo dhibaato ay dhexdooda ka dhacday oo intii isbeddel ku dhacayba tuulooyinka iyo geedaha hoostooda isku haystay miyaa maamul baa cuqdadaysan loo oran karaa awl hore maxay dadku isugu qabsan waayeen ya hooyoyo ya isku hooyo caahiyo facebook ya isku hooyo caahiyo facebook kuwi wasiiradii iyo agaasimayaashii xal dhibaanada baarlamaanka deegaanka Soomaalida waxa deegaanka Soomaalida ya facebook isku hooyo caahiyo ama waxa ka hadlaysaa adi waxa ka hadlaysaa laba reer wareeruhu waligood bay isdili jireen haddii soo wixii waligood isdili jireen hadda ma socdo maya wax kala socda hadda wax kala socda haye noo sheeg waxa kale waxa kale socda way soo baxayaan ma hadda noo sheeg ma sheegayaan waxa soo socda dawladda la weydiinay waxa soo socda way ogtay dawladda war waxa soo socda ilaahay baa ogey dawladduna waxa ay qorsheynayso iyadoo ay diyaarinayso way ogtahay meeshan fiiri ummadan waxa la rabaa in la isku baabiyo iyadoo magacyo reereed la isticmaalayo yaa reerba reer loogu dhiibaya shidaalkana la isugu shubayaa Soomaali garan ma aha wax ku kooban eeg maalintii waxaan maqlaynay meesha la yiraahdo Birqod iyo waxaas wax ka dhacayeen war deegaanka Soomaalida geed hoosti aan gubanaynin malaha hal goob ah hal fiiri hal meel ah oo bad qabtaahi ma ay jirto hal meel hal tuulo ah oo bad qabta dema waxaad ogtahay hadaan in kireyso waxaad ogtahay hadaan in kireyso inaan su'aal ku weydiiyo golo hee waa sax weeye aragtidaada ka hadashay maashii Birqod la yiraahdo aragtideeda kama wariyada haday maashii Birqod la yiraahdo waa run laba reer bay isku dilay dawladdu waa kala dhex gashay labadii reer dibkii hore dhacay oo afartan nin ay ku dhinteen mooyeen dib dambe ilaa hadda ma dhicin mar rajayn inaan dib baldo dhoboway isku dilay dhoboway waa isku dilay ma maqale feeri demaya demaya hore hadda ma aha ma aha naw baan ka hadlay haday taagan tahay saacad haday taagan tahay muddo bishii ugu dambeysay aan ku soo socday meesha la yiraahdo Wardheer aad agteeda iyadana laba reer baa isku dilay oo walaalaha labada reer dawladdu waa kala dhaxgashay wixii la xidhay ama hal xidhay ama la xidhin dadkii waa la kala maaragtay meeshiina waa laga kala ceyriyay ay isku dileen waana la kala maslaxiyaa la yiri waxa balaayada kale ku muuqata maxay waxaas waxba kaba jiraan wax reero oho iyagu fiiri reeruhu iyagu isma doonanayaan war markay labada Birqod iska dilayeen yaa Birqod meeqa la deganaa 200 sano la deganaa reeruhu sameeyay wada deganeen hadday isdilaan iyo hadday isdaayaan ma sameeyay sameeyay wada deganeen iyagu ma wada lahayn reer baa reer ka barakacinayo laga qaxinay magaalada miyaa la diminay hadday dib dhex dhaco soo iyagu mayna dhameysanayn dadku in la macsuum ma huwa bani aadami meesha hadda aad ka hadlaysa magaca lahayd maxay ahayd ha dadku waa wada deganaa xilligii la doonay hala degay dhexdooda waa islaynayeen haddana iyagu ma dhameysanayn dhoobo weyn meesha la yiraahdo reeruhu way wada deganaayeen dadku col iyo nabad waxay yihiin ba riix iyo raaxo waxay isku qabaanba ayaga isla dhashay oo isla degan oo hawshooda dhameysanay tan ma aha taas ma aha waxaan waa qorshe ajenda siyaasadeed weey wax la dejiyay weeye oo laga shaqeeyay oo dhaqaale iyo lagu bixinayo kharash ma madaxweyne Mustafa waxa wada maya maya maana hanu dawladda deegaanka Soomaalida wada dawladda deegaanka Soomaalida dawladda Mustafa dawladda Mustafa ka badan ku dhamaataa maya dawladda madaxweynana way leedahay wasiirana way leedahay ba wasiirada maya tuulooyinka kuwa tuulooyinka jooga tuulooyinku dawladda ku jiraan de waa dawlad ciidan buu amraya oo haysta 500 nin oo maleeshiya leh ka amar qaata hay xariifka jooga tuulada
عدو دولو كوغليا سمعي قلي واحد واجان اسكو حلوي من تشيكتشيكا الى اي طولة واحد اسكو حلويان نظام كاد دولي اسكو حلان السيستم كا يعني نظام نحل اي عقدات كل سنة اي علاود اي كالدل اي كالجين شامعو نظام فيو فيري نظام فيو او بدقبة او مسكحيا بلشادا اني بلشادي سيتا هاي امسا كون عبي هاي كوشعلي هاي انو دادكي سي هاي امسا نظام فهمسا او دادكن اسكونا ودا كالانا ودا يالو باهي هاي ورالة شامعو نظام على يسمى مثل نام جاء على يسمى ضبط على يسمى بفافي صحوية لكن مرك إله يعني كبر غينه هذا ضدك اللي هذين أيه هذوي كان كله دون لوا هذي صالح هذا سواقة سدح وسير سدح لا وسير سدح الخيارات أما اللي حد الخيارات ماشي سكود لي سدح بقبل هذا تكهر صار الغادة بيسدح قب خيار أو كم إذا كسر كل شيء يعني هاي بهان أكو تصالح لو هو سكود لي لبر خير وسير فاتح راوي على ليه لو ضرر متكمد وكذا شيء سقط دبك قدم داي ماشي اللي هذا تول الجبن لو ضرر محمد ياسين محمد ياسين بالو ضرر قدم داي لي محمد ياسين مؤمن ما يصير أقول ماشي اللي هذا قلط يضرب بحالي الحسين قاسم كذا لو ضرر متكمد وكذا شيء مركا سو وحنا ما حاس وحبك بتشيران سو ورقيسي ما وح وحبك بتشيران أنا هان قلنا هذا محمد ياسين بان قلنا محمد ياسين ما أمرينا يو نوح أيك السور وبان ويا لكن أفكوا وهايا واحد الله هذا هاي وين غير هبلي هاي سواء قرر كون سلوك كله إن حسين قاسم نبتدي كيس أنا قف نبدأ إنه وياه ما آمن سني لكن ددتكو فاتح أي رجعت فاتح غوب بدل ويلي أنا ما بقى غامب نكل اللي هذا إن حسين قاسم وصور قال إنه أري قفتي يعني لكن سير أنا عن مارتي أنت عن حكت عن كهيو تدك أم مع غولسن يكشرة دي عنك سمع كلام ولا الدولة دم معها مستفيئيو قاسم ياسين يا فاتح معها الدولة أقبل عرضه دولة دي عنك سومالدو عيدا بيلاه ذهي سراكيل عيدا بيلاه ذهي قدوميال قبل بيلاه ذهي أجاسيميال بيلاه ذهي وسيرك كلا بيلاه ذهي وسير كحجينا بيلاه ذهي حدي بعنا بيلاه ذهي قدوميال دقمة بيلاه ذهي ما مرهير دقمة وكنسل بيلاه ذهي مقالوين كليه والدولة دوا الدولة ويان سمع كلام دولة دي دي ما إحنا مصطفى عريس بتجي ده فرح سلمي شيء مونا جيرين واحد عريس مسيدة اي تاجر كل مره هو العرسيه وحنا له مركه الا تريق وجهه مصطفى قررت اسوي فرحه حب اللعبه هي سوكي بالله ان شاء الله ما ديقر في دي العيدي سمو عرسيه هذا اي تاجر وحنا له مدح ويني دد عريسان بدك كو سيديسي dad kan araysan ee wada uqdada qaba ee ciilka qaba ee midba midka kale dibnaha u cunayo ee xayawaanka ah ee darajooyinka waliyo boolis iyo waa boolis iyo waa kan la leeyahay war dibka waxa ugu badan ee geysan iyo wasaraakiisha ciidanka liyuuga liyuug sokoga galay wax liyuug wax la kala direey ma jiraa ciil waa joogaa hal askari oo wax ka bedelay wax ma jiraa magacyo baa laga bedelay ayay ciidamada xoogga gaarkay waa deegaanka Soomaalidu waa taageersan ayaan u hadda اي ما هو المركه دكوبه يا ولد ايوه ولد دبكان كار بقبانه اي سو ما غير اي حاليا المركه اصل حسابتن دوري ها لو باهن يحي اي نين ولو ميشو جوغه حدو كو فيغارو فيري لباتن كن او قف او الهي ابوري او بني ادمه او بشر اه او مخانكو الى هدايتو ميشا قاركود اي كو دشين او وليغود بجوغو الهي سو ابوري ميل كلبا ان دنيدا كول اهين يا ميشا ليرادو غبن يا دبكه لو ساره وا سدح تولو ما اها هل تولو اما سدح تولو لغو سدح تولو غبن بالي من ابيونس بدكن من ابراهيم بدكن من اسماعيل وعلى دكن اي سو هذا سدح دي دبكه لقبت سي اي ولا اسماعيل وعلى دك وي خيل بدني نوت ما هو خير يا مرقد هذا صدق حلو واحد بدن بقى قال ماشي يا كوا كلام صعب هذا كمان كوا حوقا ما راح يجي وي حوقا كدم بيه ماشي تولين كيو دم بلق قبي مصالح معها مرك ومتنا نروش هذا إلا باب إيو صدق تولين تلا سكون كادي صدق تولين تلا كينو والله اسكت درو وهل مجال الله جسم إيو يلا ليك رود الدجا ما بيلو واحد مثلا يسنكرت مجاله بل مجال سميسان كرتاي ما جيرتو سو ما غرا ماشي هدي ولا بل هي قال كلا اوتول ولا 200 او بركدود 200 او بركدود بييسن 100 iyo maxaa ku 97 kilometer ba biihi 208 barkadood bi marahayeen subax isaa ka ah marahayeen barkadihii la dibay bii ka butaaciyay 97 shilaabay soo gaarayeen hadda ku soo socdaan
ان تتحدث عن المسلمين هي تتحدث عن المسلمين dadkaas xagee lagay hey laba yani 20 kun oo qof weey ma aha bani aadan caadi ma aha wax yar ma aha 20 kun oo qof waa magaalo weey waa magaalo dhan weey ma tuulo deegaankeena oo 20 kun oo qof deganta jira ha goobid digelay ha ana kula ya tarakoob daacidna iyo astiri ah tan kun ma aha dadka magaalada ka soo toosay hey 20 kun waa dadka magaalada degan iyo dadka reer miyiga dameesh waa reer miyiga la boqol is diyaad barkadood ba ku yaalay xoolahi noola ee meesha xarun ganacsi ba ahayd dadku ganacsi siyaasi soo raacayaan nin miyigeeda degan iyo nin magaalo ahaan u joogaba qolo waliba tuulay ka agrisatay meesha waa la wada deganaa wixii oo dhan ba la burburiyay waxay ahayd marka dadkan bulshadan mar hadii loo arkay meeshan in ay magaalobayso dadkiina u soo degay saddexdi maash ku jirtay war maslaxad wax la yahay war maslaxada dadkan isdilay haday ku jirtay in tuulada la burburiyo war dadka maxaa ka galay magaalooyinka xisdilaane iyaga heshiin lahaay magaalooyinka in la burburiyo loo socday oo dadkan la baabiiyo noloshooda markaa magaalooyinka dadka haday qof dhintay baad ka hadlaysaa fiiri 20 kun qof baa la dilay qof laba qof oo reebadiis ka dilay baa ka hadlaysaa 20 kun oo qof ya deegaankoodi iyo dalkoodi iyo noloshoodi saacado kooban lagu soo afjaray oo lagu baabiiyay dowlad marka maxay tahay dowlad waa dowladeed dowlada noocaas u shaqeynaysa maxay tahay dowlad baa leh kara waxa yawaan odayaash hadii la isu daayo adeer gacali reer sheekh abuunis nimanka la yiraahdo ismaaciil muallim ibraahim saddex reer baa meesha degan weligood bay isdilayeen mar walba isdilaan iyaga baa wiilii abtigii iyo adeerkii ahaa war dheer bay wada joogaan waa afdhuug bay wada joogaan yucub iyo garow loo gubay wada joogaan ma afar idood bay wada joogaan caaday wada meel meel kuma kala maqan yihiin badmood meel bas dadkii meel bas la joogaan ayagii baa marka waa la isku sii dirayaa waxa la beerayaa cuqdad iyo cadaawad gaadha wiil ka wiil gaadha yaa la beerayaa meesha xumaan baa laga shaqeynayaa ama hawnaa wax laga shaqeynayo maamul kilalku markaa hadii la iska daa maamul keer hadii heer degma kula waxa sooma daha kuwa qaba in kul kilalku wax ka qabto oo wasiir axmed yasiin intuu yimaado uu joojiyo oo joojiya waxaan waa dadka ay la isku dilmahay la isku baabeyn mahay axmed yasiin muxuu halgamahay hadii tuulo guban sidan yeelay soddon sanu soo halgamahay oo duudu ku jeeyay anaga ma demaya maba ka suurowdaba kama ba suuro maba haba axmed yasiin aan waan qanaadi saaxiibkii wuu soo wada shaqeynayo qofka dareenkiisa iyo damiirkiisa aan qaanaa iyo dadnimadiisa ahad Soomaaliya haduu jiray ahadka ugu Soomaalisan wey anigu deeqo dadka way iimaan beelan bal yahay markay meelaha tagaa wax kale qaataan laakiin Ahmed tii aan qaanay inaa Sheekh Ibraahim ahaa haduu yahay ahad ka damqasho badan oo ka dareen badan ma jiro haduu isbedelayna waa goonidi wax kale dib loo abuuray laakiin kii aanu aan qaanay ma ka suuroban waxan faagar qof ka damqasho badan ma jirin ha mustafilta qof ka damqasho badan ma jirin waxa waxa iswada xaq kale iswada rogaaya ilaahay dadka waxaan leeyahay marka ciid balaaya dadka deegaanka Soomaalidu ay ciideen ana runta ku sheegay laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa ciidan ciideeda inay ku gaaraan baraare bashbash barwaaqo iyo hoggaan suuban oo iyagu ay leeyihiin cadaalad kuwa la isku laba heli mahayee ugu yaraan sidan u dhaama inay helaan yaan rajaynayaa laakiin waxaan leeyahay yaan la dhayalsanin madaxweyne Mustaf deegaanka Soomaaliya isaga maanta madaxweyne ka ah adiyad buul aan gubanaynin ma jira deegaanka Soomaalida عدد ينحلق يا على ود يا بلايا الله في ذينا يانا ما قياس كرت بس كحد هذا واحد قياس كرت ما سدي تنشر ما هم كل هاي كشيء كينا يا ريه بالبواخر تين قد نجري يتقول كذا فيسبوك ما ظروف يحل جا كينا يا دد كان نوع عسى إن لا حساب كم وقبل يا رد يا بلا يد يا واحد درنا اللي جش قينا يا ما ملك كش قينا يا فدينا يا دد كش قينا يا فدينا يا إن لا حساب كم هو يصير حل الكود ويا أو حل بعنا موشين اللي جي أو قدوم يا يال جوال يا برا سابيو يا طول شوق يا يال بدن حبس يا الله تحابه حبس يا ما هقول أوردير يا وفلوق dadkii ummada dhan lagu aruuriyeena waxa la helay soo daay dadka ummad yaani muslim kuma ay biid sama wala madax ka gooyna qasab ma aha qofka inta la xiro inuu adoon noqdo wax suura galaya ma aha dadku yaan lagu kalifin wardheerna waa la yaqaan wardheer waa meesha masiibada deegaanka Soomaalida ka bilaabato yaan qori loo xambaarin wardheer
وردير يقول الواحد إسلامي قريب كمان الحرضة ها ما واحد واحد حليه واحد أدو أنا هلا وضح حليه أما هلا كله حلو أنا هذا ساس ومزل لكن عبا شباب كل نعبة أبدا انتهي نعبة أبدا انتهي لكن وحي حليه بقى هلا سيد دايو ما ملكه هالنقطة ما مل وح ما ملك كرو ما رين كرا حلق يا حبت حل ما هدي عقله وإنه شقيه وما صنده وياه ما هاي شقيسه هنا شقيسه ما هو إنه ما هو كل هذا يتو إن قول كيرة ليه بوليسك أما بوليسك يقول قال له أرد هيا إن عقلي سجرن يا حنون ثاني إن بلدي أنا كده شقيه ما عقل عزرا يا شو شقيه وكاس وعدي هاي كان عاد ما صنده سرادي والله قبل إنت أصلا كسر قبل يخطب كان إنت عن مركز لكم بدونه نبتقليه